وأخيراً تم الكشف رسمياً عن جالاكسي زد فولد 2، الجيل الثاني من الهاتف الأكثر إبداعاً من سامسونج، فهل يصلح مشاكل الجيل الأول؟ دعونا نرى. مراجعة سريعة. من نظرتك الأولى للجهاز ستعرف أن سامسونج قد استمعت لانتقادات المستخدمين وحسنته بشكل كبير بالمقارنة مع الإصدار الأول. الشاشة الخارجية أصبحت أكبر من السابقة مع تقليل الحواف بنسبة 27%، وضع الكاميرا الأمامية على شكل ثقب في الشاشة. بالنسبة للكاميرات الخلفية فهي بنفس لغة تصميم جالاكسي نوت 20، إطار كبير بارز عن الظهر يشمل 3 عدسات. ستلاحظ كذلك تقليل الفجوة التي كانت موجودة سابقا عندما يكون الجهاز مطويا. أما عند فتحه فسيتحول الهاتف إلى تابلت بشاشة جذابة بدون حواف، مستغنية عن النوتش الكبير في الإصدار السابق، واستبدلته بثقب صغير للكاميرا الأمامية. كأبعاد فالجهاز أصبح أنحف وأقصر وأعرض من الإصدار الأول. عندما يكون الجهاز مغلقا يكون الطول 15.92 سنتيمتر، والعرض 6.8 سنتيمتر، والسمك 13.8 ملم. أما في حالة التابلت يبقى الجهاز بنفس الطول مع عرض 12.82 سنتيمتر وسماكة 6 ملم. هذا يعني أن الهاتف سيكون نحيفا جدا. أما الوزن فهو 282 جرام. هذه المرة تم اعتماد الزجاج النحيف جدا بدلا البلاستيك في الشاشة الكبيرة، الشيء الذي يساعد على طي الجهاز مع الحفاظ على المتانة والليونة في نفس الوقت دون حدوث أي مشاكل كما هو الحال في الإصدار السابق. مفصل الجهاز هو الآخر. قالت الشركة إنها أعادت تصميمه بالكامل وأجرت عليه عشرات التجارب التي أوصلتها لما هو عليه الآن، ليكون محميا بما فيه الكفاية من الغبار والأجسام الصغيرة. يحتوي المفصل على ألياف مرنة قادرة على تحمل كمية كبيرة من عمليات الطي. الجهاز مع مستشعر بصمة في الجانب مدمج مع زر التشغيل. يمكنك أيضا حماية الهاتف بخاصية التعرف على الوجه. ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، واحدة سيم كارد عادية والثانية إلكترونية، مع دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G. غير هذا يأتي الجهاز بسماعات ستيريو قوية تفتخر سامسونج بأنها الأفضل في هواتفها كلها. الشاشة الخارجية من نوع سوبر أموليد بمقاس 6.2 إنش بدقة 816 في 2260 بكسل بمعدل تحديث 60 هرتز، والشاشة الكبيرة من نوع دايناميك أموليد 2X بمقاس 7.6 إنش بدقة 2208 في 1768 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز. بالمرور إلى قسم العتاد نجد الجهاز يعمل بأقوى وأحدث معالج من كوالكوم سناب دراجون 865 بلس 8 نواة، مصنع بتقنية 7 نانومتر مع رام بسعة ضخمة 12 جيجا بايت وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجا بايت. الجهاز مناسب للاستخدام المكثف والثقيل ويعمل بدون مشاكل أو تشنجات. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة سامسونج One UI 2.5. يأتي السوفتوير بعدة ميزات رائعة للاستفادة من الشاشتين والتعامل معهما بسلاسة، حيث يمكنك نقل صورة من تطبيق لآخر، كما توجد ميزة فليكس مود لتقسيم الشاشة، بحيث عند وضع الهاتف على الطاولة على شكل حرف L والدخول ليوتيوب مثلا ستتمكن من مشاهدة الفيديو على جهة وقراءة التعليقات على الجهة الثانية. الجهاز بالمجمل يأتي بخمس كاميرات، 3 كاميرات خلفية، كاميرا أمامية في الشاشة الخارجية، وكاميرا أمامية أخرى في وضع التابلت. نبدأ بالكاميرات الثلاث الخلفية. تأتي الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. الكاميرا الثانية للتصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2. أما الأخيرة فهي تيليفوتو بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. يقدم الهاتف ميزات عديدة فيما يخص الكاميرات، بما في ذلك سينجل تيك لالتقاط صورة من كل الكاميرات في لحظة واحدة، وميزة ديوال بريفيو لعرض ما تصوره الكاميرا الخلفية في الشاشة الخارجية في حال ما كنت تلتقط صورة لشخص وأردت أن يرى نفسه، بالإضافة إلى تحسينات في الوضع الليلي. الكاميرتان الأماميتان كلتاهما الخارجية والداخلية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 لالتقاط صور سيلفي رائعة. بطارية جالاكسي زد فولد 2 بسعة كبيرة نسبيا تصل إلى 4500 ميلي أمبير، تدعم كل من الشحن السريع واللاسلكي. الهاتف سيتاح باللون الأسود والنحاسي دون معلومات عن موعد الطلب المسبق أو التوفر. أما السعر فيصل إلى 1800 جنيه استرليني، أي ما يعادل 2400 دولار. شاركنا رأيك حول الهاتف جالاكسي زد فولد 2 الجديد، هل سيحدث الجهاز ثورة في عالم الهواتف أم أنه سيمر مرور الكرام نظرا لأنه لا حاجة للمستخدم العادي بهذا النوع من الهواتف؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات.